ما في صوت اخواننا، في صوت اخواننا، صوت كيف كده، صوت كيف، ما في معناه الا تكفي الاخرى كده، صوت يا اخواننا، ساعدونا بالشير اذا سامعين الصوت، شكل الصوت ما في الا فيها تمام. هاي يا شباب ان شاء الله كلكم بخير وبعافيه، اتمنى انكم تساعدونا بالشير. طيب تمام يا جماعه، كده قال صوت كويس جدا. طيب التحيه لكم يا اخواننا، والتحيه لكل الشعب السوداني. معلش لسه ما زال الصوت بينخنخ، لسه الحساسيه ماسكه مسكه شديده جدا. المهم كلكم خلال الايام اللي فاتت دي، طبعا والله يا اخي يعني مش زعل وغضب، يعني ما عارف ذاته الاحساس ذاته الواحد كيف يقدر يوصفه. قبل يومين ما اول امس بفتح في الفيديوهات ولد شاب يعني شكله كده زي 25 ل 28 سنه من اولاد العلفون، ماشي قبضوه الجماعه ديل، لعبوه دقوه بدينهم في النهايه دو طلقتين. الولد اسمه عمر محمد علي، ربنا يتقبله ربنا يرحمه. يعني ما لانه ما الانسان ذاته ما بيسوى عنده الحاجه، احنا الانسان الواحد بيدفع فيه ماله كله، لو عيان ممكن يبيع بيته عشان يمشي يعالج ولده او يعالج الانسان ده لو كان اخوه ولا كان، ما بيسوى عنده الحاجه. وبالمناسبه الحاجه دي اي زول في السودان ما قاعد يسوى عنده الحاجه، ما قاعد يسوى عنده الحاجه، عشان كده بيستحلوا مالك وعرضك، بيستحلوا يعني اي حاجه انت مباح بالنسبه لهم، اي حاجه عندك انت مباح لهم. ولسه الناس في ناس كده طيبين كده، ناس لذيذين كده ظريفين، لا بد من ايقاف الحرب ونعم للسلام او السلام. ودائما انا بسال السؤال ده، طيب انا علي عندي مفتاح السودان، دار امشي اعمل سلام، حاقعد مع الجنجوي، سلام عليكم يا اخي، انا عاوز سلام. طيب انا حاطلب شنو عشان ذات عشان الاقي السلام ده، حاطلب شنو كويس؟ انا هقول لهم يا اخي اخوان، انا عاوز شنو؟ انا عاوز عرباتي، انا عاوز بيوتي، انا عاوز العرض اللي راح والشرف اللي راح. طيب انا حديهم شنو؟ هم طلباتهم شنو؟ هم عاوزين شنو؟ كويس؟ عشان اصل حكايه السلام ذاته لا لا لا، الكثير كده من الناس الهوانات اللي قاعدين هنا في الميديا بيقولوا لا للحرب، طعم لا للحرب، ما في زول عاوز الحرب، ما في زول عاوز الحرب، انا ما عاوز الحرب، لكن انا عاوز اقيف دار الحرب تقيف، لكن تقيف على تؤسس، وبعدين في ضمان انا في حياه ثانيه. يعني انا وقفت الحرب الليله، ما بعيد شنو الزول اللي عمل سمعوا ايقاف الحرب ده، امشي بكره، رضيت بكل شروطه، سلمته اي حاجه، سلمته دار الدفاع، سلمته وسحبت الجيش، اللي بيمنعه ثاني يمشي يسلح جديد ويجهز جديد، ما هي الحرب بتكشف ضعف يعني نقاط ضعف الاخر، صح؟ يمشي يسلح جديد ويجي، خليك من نفس المجموعه، مجموعه ثانيه برضه نفس الحكايه عندها غير قابله بالدوله دي او عاوز تعمل نفس اللي عملوه الجنجوي ده. اللي بيمنعه شنو؟ ما هو الدوله دي لازم تكون هي صاحبه القوه الباطشه. اذا ما كانت هي صاحبه القوه الباطشه فاي زول بيعمل الحياه الدائره في الدوله. اي زول بيسوي الحياه الدائره في الدوله، اي زول بيجي من الصباحيه قفلت معاه يجيب له 500 نفر يركبوا طاشرات يخش اول مدينه يسرقها، يخش الثاني يسرقها. يقول لك يا اخي انا داري اجيب الديمقراطيه. سهل جدا، بس كلمه انا داري اجيب الديمقراطيه. عاوز اجيب الديمقراطيه كده بس قلع بل. كويس؟ شيل عربيه ده، اقتل ده، سوق مردد ده، سوق بالدا، ارفع دي الحياه الحاصله. شوف انا كلامي واضح، انا يعني من اخر فيديو وانا اتكلمت معكم واضح. شوف الحرب دي ما ممكن تنتهي، الحرب دي ما ممكن تنتهي، ما حتنتهي لسبب واحد، لانه في دوله بتسلح تسليح مباشر، دي ده اكثر بس يعني الجيش السوداني ما بدا الحرب دي ما جاته اي دعومات من الخارج، ما جاته ولا طلقه من برا. كويس؟ في دوله شغاله بكل امكانياتها، دوله غنيه جدا، الامارات دي يا اخواننا دوله غنيه جدا، عندها قروش، شغال تسليح بصوره رسميه وغير رسميه، شغال تسليح للجماعه ديل ليل ونهار.
طيران شغال نازل في ام جرس 24 ساعه، بيخش بينزل لحد حمره الشيخ هنا الطيران، بيجيب اسلحه جديده بينزل فيها. فانتوا عشان الميليشيا دي تتقهر ما ممكن. الحاجه الثانيه في القوى البشريه، القوى البشريه الميليشيا دي المكون الاجتماعي بتاعها، الحاضنه الاجتماعيه بتاعتها، بتفرخ لها كل يوم مجموعه، وما شاء الله الحاضنه الاجتماعيه بتاعتها دي ممتده من السودان لحد النيجر ولحد مالي ولحد افريقيا الوسطى، وفي ناس في 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 الكونغو، وفي ناس في 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 مالي، وفي ناس في ملاوي، وفي ناس يعني توغو، دول كلهم بيسلحوا، وفي واحدين بيسلحوا بالقروش. خليك الناس اللي عندهم ارتباطات قبليه، انا بتكلم في ناس بيسلحوا بالقروش بيجي يحاربوا هنا عشان تنتهي في النهايه الدوله السودانيه. والامارات كلام واضح، ما حتقعد الا تنهار الدوله السودانيه اللي استلم الدوله السودانيه. الامارات ده عندها حاجتين، دارها دار غرب السودان المنطقه حقت الجنينه فيها اليورانيوم وفيها الذهب كويس، ودائره المنطقه حقت بورسودان، ودائره منطقه الفشقه كويس، دائره المنطقه حقت الفشقه بصوره رسميه، انه السودان رفض السودان صارت رجع منطقه الفشقه، هي عرضت انه يشيلوا منطقه، يقسموا منطقه الفشقه اللي هي 25 لاثيوبيا و25% للسودان، وهي الشيء 50% تستثمرها للسودان ولاثيوبيا. السودان رفض القصه دي ورجع منطقة الفشقة كلها، في خاطر الموضوع ده هيعوض منطقة الفشقة دي كويس، كأكبر يعني ده أكبر وادي في العالم خضرية خصوبته، ما بحتاج يا موية، لا تحتاج تدفع قروش، وعاوز الحتة دي، عاوز من أبر سودان عشان تكتمل إنها تربع المربع الذهبي بتاعها، تكون سيطرت على كل المداخل والمخارج حقة البحر الأحمر كويس، فالبربطه بالمحيط الهندي. المهم على كل حال، الامارات واضحه جدا، واضحه جدا ان الدوله دي لازم تشيل، الدوله دي كويس. المشكله الاساسيه الان اللي بيعاني منها، مش الجيش السوداني كان بقى 50 جيش سوداني زي ده، ما هو الجيش ده بيجي من وين؟ الجيش ده بيجي من وين؟ ما بيجي من الشعب ده، بيطلع الشعب السوداني، الشعب بيشيل سلاح، بيخش بيتجند، بيتعامل الجيش. الناس بيقول لك يا اخي الجيش ما عنده جنود، طيب الجنود وين؟ الجنود من وين بيجيبهم؟ هل بيستورد الجنود؟ هل بيمشي يشتري جنود؟ لا كويس. الجيش بامكانياته، بعرباته، بطياراته، بالمناسبه الجيش عنده 212 220 طياره، ممكن تخش اي موقع عسكري بيوريك انه الجيش امكانياته شنو، الجيش السوداني وعدد الدبابات اللي فيه كم، دي كلها ممكن اوريك له. لكن الدبابات والطيارات والاسلحه الكلاشات اللي بيصنع فيها التصنيع كله في السودان بالمناسبه، المدفعيه الثقيله، الشواظه شايفينه ده كله بيصنع داخل السودان كويس. دي الجيش غادر، عندهم مصانعه، والمسيرات اللي بتضرب جغمدار، والمسيرات الماشية كلها بتصنع داخل السودان. لكن مين اللي بيحمل، مين اللي بيشيل وبيضرب الحياه دي؟ اللي هو المواطن بيتجند، وبيبقى عسكري بيحمي بلده. احنا عايشين، احنا ناسنا وشعبنا عايش في غيبوبه تامه كويس. شوف الحياه اللي هتحصل، لا انت شوف، انت فراوي، انت مساليت مسلاوي، انت كويس نباوي، انت كويس بجاوي، انت كلكم حتنطردوا من السودان، كلكم حتنطردوا من السودان ده تماما. دي اول نقطه. شوف الجيش ده، شوف الجيش ده مجرد ما كان وقع، شوف الجيش ده كان وقع، اول حاجه انت طوالي حتنطرد، تشوف لك بحر تركب فيه وتمشي. انت زغاوي، اول زول يشطر راسك المربع ده ما تيجي تقول لي، انت اول زول حتنطرد وحتتكتل في مجموعات، ولا حيخلوا يطلع منها زول عشان ما يعمل لهم مشاكل، يبقى ماشي وياي ويشيل سلاحه هناك، حيتم قتلها ابادتها اباده كامله، ودي الخاصه المجموعات اللي قاعدين في المناطق بتاعتهم، ناس زغاوه، فور، مساليت، نادل، حيكتلون طوال رايدوي. شفتها؟ ما تعمل لي في راسك الكبير. شفتها؟ دي المجموعات اللي يعني حتضيح طوال. في مجموعات ثانيه حيشردوه كويس، حيتم تشريد، التشريد كامل من السودان. شفتها؟ يعني المجموعه السكان الوسط والمجموعه كويس لحد كذا المناطق حق الكسل والجدار دي حيشردوها كويس، والمجموعه كذا عشان دي لحد نهر النيل كلها الشمال دي ما بيقدروا يمشوا، لانه ما عاوزيننا، ما في حياه، احنا عاوزين المنطقه الخضراء، المنطقه الفرنوسه اللي بتزرع فيها محل الديمقراطيه كويس. احنا بنعاني، احنا مشكلتنا كالاتي، الحرب دي ما حتنتهي
الا الشعب السوداني ده اقتنع تماما انه هو قدام مشكله حقيقيه. المشكله دي ممكن تمتد لعشر الحرب دي 20 سنه اذا ما دخل فيها شعب السوداني وين فيها شعب السوداني ككل ككل مجموعه الشعب السوداني. كل الناس دي عرفت تماما انها سلحت ودخلت معسكراتها دي عشان ترجع بلدها حتفقد البلد دي تماما حتفقدها تماما. وتاني ايش حكايه صفقه وسلميه سلميه ضد الحراميه وهنايدي بيتي ولا دي ما فيها اتراك ما حتكون قاعد في السودان ذاته عشان تقول الكلمه دي عشان ما حتكون قاعد جوا السودان ذاته عشان تقدر تقول صفق وتقول لي سلميه سلميه وعاوزين ديمقراطيه والكلام الفارغ اللي بقول فيه ناس خالص سلك ده ما حيكون فيه ما يكون عندك فرصه اساسا للقصه لانك ما حتكون موجود ما حتكون موجود كويس. وقتلك اساسا اسد قتلك ما بسوي حاجه يعني الاف الناس الليله يعني مئات الناس الشباب كانوا ماشيين في الشوارع ساي تم قتلهم وكذا ساي وحتي اللعب يعني جماعه تعال يا زول هنا تعال اي مالك يا زول طويل كده ككو تعال يا زول هي كويس انت 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 استخبارات صح ككو ما تفرق معهم في حاجه. شوف ده لو ما اساسا انت من مناطقهم واساسا بتتكلم نفس اللهجه بتاعتهم كويس وعندك نفس الخلفيه يعني ونفس جيتهم طبعا قالوا اخوان انا الكلام ده واقع يجيبني والله يا اخي ما عنصريه لكن ده الحاجه بكله لازم كلامه كان واضح جدا وبياداتهم كانت واضحه جدا يعملوا دوله العطاوه. طبعا كلمه العطاوه دي العطاوه دي بقى اعلى اعلى كلمه فوق اعلى اعلى جد كويس بعديه وبينزل تحت بيتفرع منه القبائل الصغيره صغيره صغيره فهم مسكوا من فوق من الـ من الـ من الـ من زي ما بقولوا الفرع الرئيسي عشان يقدروا شنو يعملوا منازل كله سوا. ده ما عندهم زول ثاني ثاني ما في بني ادم غيره. المهم على كل حال انا دار اتكلم الشعب السوداني اقول لهم يا اخواننا اللي بيسووا فيه ده عباره عن سفاهه وده عباره عن غيبوبه والله العظيم ما تصحوا ما تلقوا بلدكم ما تلقوا ما بتلقوا اي حته فيها تمشوا ما بتلقوا حته فيها جزء فيها تكونوا فيه لانه اساسا ضدك انت ده زول يا اخواننا بكون في دوله حقته كويس يا اخواننا ده دي تغيير لكل الجنس السوداني كله بكل قبائل وشفتها دي كلها من هناك من النوبه وانت ماشي هنا ده الكواهله وانت ماشي هنا الجارين لحد تطلع في شندي تطلع كده لحد حلف ده كله ده تغيير كامل بالنسبه لك انت تغيير لك كم يعني اقول حاجه كمثالي كفور كبرجو ديتو ما عندك اي ما حيكون عندك اي ويوت كويس وما حيدوك فرصه ذاته زي الاخرين تلقى حتى تخرب لها ده حينتهوا منك قبلك قبلك في محلك في محلك وما تشوف الليله اقول لحالي ما ادري لك تضحك عليك تقدر انك تقيف معاهم بس ضد الجيش ده لكن مجرد ما الحرب تضع عزاره شفتها اول ضحيه اول ضحيه انت حتكون شفتها انت شفتها يا زغاوي انت اول ضحيه يا الفراوي اول ضحيه انت حتكون شفتها وما تشوف لي اقول لحالي ما تشوف لي 15 ال 15 تاتشر سايقون من ناوي ذيل ولا ال 20 تاتشر حق جبريل ذيل ذيل بيسوون حاجه ذيل بيسوون حاجه ديال الليله خلال 3 يوم اللي فاتت دي كويس في 5000 ده جايين عن طريق ليبيا داخلين كويس عندهم اكثر من 500 عربيه جايين عن طريق ليبيا كويس. الامارات عملت مناورات كويس في تشاد يعني تشاد هي حاميه الجيش الفرنسي كويس لكن عامله ما عامل مناورات السبب الاساسي منها اللي هي تزويد الجنجويد باسلحه نوعيه جديده كويس وتتم تدريبهم تحت نظر العالم كله تحت نظر العالم كله يا اخوان الموضوع ده ما واضح جدا كويس ما هو محتاج اثنين تلفظ الامريكان امبارح نيويورك تايمز كويس اتكلموا في الموضوع قالت الامارات دارت تزود الجنيويد باسلحه نوعيه كويس وعاوزين يرسلوا مستشارين عشان يدربون على استعمالهم قدام الناس كويس ادوا الودع تحت شهادة ادوه مليار ونص انت كلك التامي اسكت وهو زادوا حيدفع الثمن هو زادوا اول زول حيدفع الثمن الناس السودان ده حصل فوقي حي هو اول زول حيدفع الثمن شو ده محمد دبي ده اول زول حيدفع الثمن الناس بيسلح في الليله في الجنيويت بيصور قدام نظر العالم كله اسلحه متطوره حيتم خلال 5 أو 7 يوم من بسموها مناورات تسليح حيتم كويس تدريب عليها حيتم نقلهم للسودان والموضوع ده جاي الامارات على هي الامارات عندها جيش الإمارات كلها على الجيش كل يقي عدد مواطنيها 700,000 عدد المواطنين الإمارات 700,000 أنت قادر تفهم؟
يعني ده الجنجبيل ده قاعدين في الخرطوم وفي في الحرب دي اكثر من 700,000، اكثر من 700,000 القاعدين بيحاربوا الليله ده، اكثر من 700,000، اكثر من سكان الامارات ذاته. ودي الحاجه اللي حصلت بس عشان العالم ده كله اتكلم، كل الجرايد الدنيا دي اتكلمت، واقول لها حاجه كل ودي تقارير، دي تقارير صحفيه استقصائيه، يعني تكلموا استقصائيه دي معناها مشوا تكلموا مع الاستخبارات، معناها مشوا تكلموا مع استخبارات الدول الثانيه، معناها دي كلها يطلعوا الناس نيويورك تايم ده يطلع واضح انه الامارات ما حترتاح الا تنهار الدوله السودانيه. احنا عندنا البرهان، ما عندنا اي يعني عمل سياسي لوزاره الخارجيه، عمل سياسي او وزاره الخارجيه لسه بتحاول تلعب في النص، يعني دي امور واضحه جدا ما فيها لف ودوران. كويس، وزارة الخارجية السودانية ما قادرة تعبر، ما قادرة تتكلم بصوت عالي تقول الإمارات كفي ارفع يدك عن الشعب السوداني، ما قادرة. كويس، لأنه شنو الحاجة المعروفة إنه الإمارات دي ماسكة حيات كثيرة، برهان ذات احتمال تكون ماسكة عليه حيات. كويس، تكون ماسكة حيات على ناس جبري ديل، ما هو كله نازل قبضه الفترة من 2019 لحد 2023 بداية 2023، النازل كلها قبضت والنازل كلها، الأحزاب دي بصمتها قبضت. شوف ده يا أخي، ناس الاستخبارات الجيش السوداني ده يا اخي، في واحد بس مديله 250 مليون دولار، واحد بس دل 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 فتح للجنيويد دي عمليه التسليح دي كلها والمدرعات اللي دخلت دي كلها، دل فتح له نزول له 250 مليون دولار، بتديك مبلغ ذاته انت شو ما تقدر تقول ما داري، ما تقدر تقول ما عاوزه، ما بتخليك تراجع روحك مرتين، يعني ده مبلغ كبير جدا. بعد يقول شقبه وقشه واحده جايه انت تمسك وتشغب وبتسكت، الناس دي كلها قابضه. كويس، قبضت كلها. عشان كده شوف اي انا بتكلم مع الشعب السوداني مباشره. كويس، انك تحتمي كشعب سوداني، كويس، تعتمد على الجيش او تعتمد على البرهان او تعتمد على السي حكومه، انت غلطان. انت الحاجه المهمه الوحيده الان، كويس، انك تكون جاهز انك تحمي نفسك، تكون جاهز انه تحمي عرضك، تكون جاهز انه تحمي كويس مالك واهلك. دي اهم نقطه، اهم من انك تقول لي جيش وجيش كيزان وجيش برهان والبرهان عاوز شنو. والله كل ما في دول عارف ذاته البرهان عاوز شنو، والله قياداته دي شفتها ضباطه دي ما عارفين مع البرهان ده عاوز شنو. كويس، ولا في دول عارف، وده ما بهمك انت، ما بهمك. كويس، انت الكلام ده انا قلته قبل، انت قال زول بيجي حارب بكاس الجنيوي ده بيجي يراقب البتاعت شرده. كويس، ده زول مدرب، ده زول عسكري لو 10 15 سنه ابدا، ده زول كان قاعد مواطن سارح بإبل، قالوا له يا زول الله البلد فتحت. كويس، والمال راقد من يدح في الوطن، شفتها ومقرون دي بتركبها طوال البوكس ده بكرة، بس الدرب البوديك ده كنت يراجع. ده زول عادي شال سلاح واللي بس دار شنو، دار 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 الغزو، دار يغزو، دار الغناء، دار يتغنى. كويس، ده زول زيك كده مواطن كان قاعد بيعمل في بيت سارح ببقر وهو سارح بغنمه، ركب وجاك انت بتبقى غنمايا. ليش انت تبقى زي الخروف؟ ليش نو؟ كويس، الكلام ده بقول لك الناس كلهم، انت بتبقى خروف تقول يا اخي في اخي يا اخي الناس قاعدين في الجيش اصلا بره جو داخلين على هون المشي فيهم حارب الجيش شنو؟ ما جو داخلين البيوت طوالي، جو داخلين البيوت، انت ده انت الضحيه، ما الجيش، ما هي ما الجيش يا زول، ما تغش روحك وتعمل لك تعمل لك يعني اسمه شنو، يعني تدي لك مسببات سايا الجيش وحقه وبشيل 80% والجيش حقه. يا اخي الجيش ده ما في يا زول، ما في، احتبره ما في، احتبره كده صحيط الصباحيه كده ملقيت الجيش. كويس، انت حتبقى انا ما يشيلوك الضحوكه زي الولد الشاب، شاب اس الشاب جاء الله يرحمه اغفر له واسمه عمر محمد علي، كان ماشي في الشارع وقبضوه دقوه بالدبشك ودقوه في راسه وبتاعه، في النهايه سعدي فتره منه لزقوا كده ده طلقه انت تاك تاك في ظهره ولا يسوى حاجه. اش ده كان عامل حسابه وكان جاهز. كويس، وقاطر وقاطر قاطر قلاشه في ظهره، كان في زول ساله، كان في زول جماشي جنبه. كويس، كان في زول جماشي حلت اش اللي كان شايل قلاشه بس قاعد فوق راس بيته، كان في زوجة ماشي جنبه، كان في زوجة ماشي جنب بيته. شوف انتوا ما تتكلموا عنها بعدك، انتوا اسمعني الجيش ده ما بهتوه من 2013 ما في زول دخل الجيش،
يخشوا ضباط ويخشوا كم نفر ضارب عبيتوا الجيش. شفتوا كل البلد كلها بقت سماسرة سماسرة وفي القونات يجدع في القروش سماسرة ويدع في القونات القروش. دي الحياة الحاصلة يا أخوانا. إحنا كذب عليكم دي الحياة الحاصلة. وده كله الفات ده كله كوم وانتهى. الآن الناس بقت قدام واقع كويس كويس. هذا أصل البضاعة زول تلقاه 15 و16 فش الحيط يطلع بغادي يقول لك يا أخي لا للحرب يا أخي ناس الجيش يا أخي المفروض يحموني ناس الجيش ما في شيء. أها ترقص تتدردق بالواطع ما هم بيمسكوك زي الواد ده بيجلدوك وفي النهايه بيدوك طلقه بيلعبوا بيك زي الفار ساعه تقوم اذا الكنيسه ماسكه لها الفار بتكشف كو كده في راسه كو خلوه يجري بس الواد ده عمل معاه نفس القصه. ده كله عشان شنو؟ ده عشان قال لا للحرب. قال يا اخي الجيش يا خلوني اخذ حارب وده الكيزان وكيزان في بعض ده دعم سريع. ده ما جاي لك كيزان ولا جاي ده جاي انك انت لا جاي انك بالاسم جاي انك بالاسم لأنك تتهجمر وطوالي ترضوكم برا بيوتكم طوالي تطلعوا برا بيوتكم طوالي كويس. والبكاسي يا زول شفت البكاسي اتملت والشاحنات جات والهنا جات والدفارات جات والقصة دي شالت البيوت طوالي خفيف خفيف دي الديمقراطية ودي الجيش الدالي هنا. أنا ما قاعد ألومهم بالنصب أنا أصلا ما ألوم الدعم السريع ما له الغازي زول دار يغزو كويس. زول جاي غازي دار هنا يعني يشيل الجيش يقول ما فيها الجيش بس قادر كذا يحمي نفسه وقاعد في معسكراته. انت فاهمك شنو؟ انت فاهمك شنو؟ ما انت كان دار ترقد؟ انا ما اقول لا حي بدون احنا نقعد نجري وراه كل يوم وكتلوه ونهبوه وسرقوه وقلعوا بيته اطلع يا اخي خلوا لنا البلد. ما انتوا خلاص امشي اقعدوا مصر امشوا مصر الحمد لله تمشي تقعد هناك 15 تقعد هناك 5 شهور 6 شهور قدام الحدود يدخلوك ولا ما يدخلوك ممكن تلقى فرصة تخش تهريب تمشي تقعد هناك شهر شهرين باقي قراشاتك تبيع تبيع ذهب المرة بعد شوية كذا هنا تبيع الكلى كليتك بعد شوية كلية الشافع كلية المرة عين عينك وعين الكلى لحد ما شنو. وفي حتى صغيرك قدر العدساية من راسك كذا ممكن تبيعها كذا ب 30,000 دولار أو 20,000 دولار أمورك بتضبط غاية بتقعد لك 4-5 سنين كذا بمزاج شفتها كان فضل فيك حاجة يعني كويس. فاخيرا يعني ما تقعد تموت فطيسه ساي اخليك هناك تمشي هناك تقاتل تبيع غاتب جاي تبيع حته بجاي تبيع حته بجاي بكره بتعيش يعني 4-5 سنين بتعيش فبدون قاعد بدون تكون قاعد زي الخروف كده يجي يشيلوا حقك الريال قدام عينك ويسوقوا اولادك ويسوقوا مرتك ويسوقوا اختك ويسوقوا بنتك وانت قاعد زي الخروف كويس. عشان شنو؟ الجيش بيشيل 82 الجيش بيشيل 85% وما قادر يحمينا. انت ما قادر ترتاح ما قادر راجل طول عرض ما قادر تحمي روحك اه الليله ما في واحد الليله ما في واحد فيكم كويس. شوف المؤسسه شوفه زي الحته حقت العلفون العلفون ومدوم ومضوى ومبان دي الاهل دي 500,000 نفر دي الاقل حاجه بيطلع منهم 250,000 زول غادر على حمل السلاح. والله لو جات اثيوبيا واريتريا معانا صومال عشان يخشوا منطقتهم دو والعلفون دي ما بخشوها. ودرك الناس كانوا جد حقيقة رجال كويس وبعرفوا كويس دار يحمي روحهم ويحمي عرضهم ويحمي مالهم. ما كان والله العظيم شفت ثلاثة دول دي ما كان دخلتها ما دخل كان دخلوا العلفون دي مش 12 13 تاتشر يخشوا يقلعوا الناس وترضوا بلد كاملة بلد كاملة ترضوا بلد كاملة من حتتها. يقول لك شنو؟ الجيش جيش كيزان الجيش جيش كيزان. طيب الجيش كيزان انت كويس؟ انت ما تزال روحك انت كويس؟ يا اخواننا ناس اصحى من الغفلة بتاعتها دي والله دي غفلة والله العظيم دي غفلة ما في زيها غفلة غفلة ما في زيها اي غفلة. شوف وانا بعيد واقول لك ما في انت شوف الامارات دي قاعدة انت ما في حته في سلاح ومهما يكتل الجيش ده الجيش ده كم 250,000 كويس معاه مستنفرين كم 150,000 كلهم 400,000 ولا اي حاجه. هناك البلد دي كعبه فاتحه من الغرب دي فاتحه والناس كلها جايين عليك سهله بلد سهله. ما انت تقول معلم الله فلس قاعد في خلى 5000 دي يسوي لك عربيه اخر موديل بتيشيل لك مره سايك تخدمك سايك لو هي لا تعالى بتيشيل لك بيت بتسكنوا رجالك يا بتسكنوا
بقعدك في الخلا هناك شنو؟ والله والله إلا كونوا غلطانين، الناس هذا غلطان، لا تقعد في الخلا شنو؟ البلد ده فاتها هنا هاملة كويس؟ هلا فاتوا مدورين مع الحفلات هناك في الجونات مدني، أيوة جونات وانتو يا رجال مدني، وشفتها وشك شك 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 شفتها هناك كوستي شفتها، وبلد مدورة ناس هناك قاعدين في الغارة قاعدين شفتها بأيي لدى القلعة مدورة وبأيي ما بعد ناس عايشة يقولوا الناس أموركم أمور باصة ورايين الشعب السوداني كله راي يضرب هناك يا أخوان الحظ شنو ما قررنا نجي تجي كيف يعني وتجي ليه زاد وتخليك تجي ليه شنو انت جاي ليه شنو يعني عشان كده أقول لها حاجة أكل فناناتك ده الكويس شوف كافيهاتك وشوف حياتك ضبط أمورك هناك انت أساسا اذا هو الزول المفروض يضحي والزول المفروض يمسك البلد دي والزول المفروض كويس ودي لا احنا حاجه عرفناها دي لا احنا ولدونا ليها كويس نحميهم ونبقى عليهم عشرة كويس دي الولدونا لا يعني ما عندنا ساعه ولدونا الحاجه دي صح ساعه الزول ربنا يجيب له ولد يقول الحمد لله رب العالمين جلب حميني جلب شني شب كبرتي احنا الحمد لله هسي بقينا الوازول بعد يكبر اول حاجه يفتش ذاته عشان يبقى زول لا يبقى راجل كيف ما يبقى هنا حلوه كيف انه ذاته ولد بقي راجل دي مشكله ذاته يا سي اول مشكله بتعاننا انه ذاته بقى زول ده بقي راجل ذاته لانه بقى ما في يعني البلد كلها بقت شاقر وقاعدين في كلهم معانا هنا في الميديا ذاته هي ذاته شوف مصايب الدنيا ذاته احنا بقيت عندنا كيف انت يعني انت مشكلتك الاساسيه بقيت بتخاف على البنات بتخاف من الولد ذاته الولد ذاته تخاف عليه بس يقول له يا كيف ولدي يطلع راجل كيف شفتوا؟ شفتوا احنا مصيبتنا محصلت وين؟ اذا ناس قاعدين مصمهاتهم بيعملوا رويات قاعدين يصابوهم امهم كويس بيعملوا رويات بيعملوا في عيونهم بيشرطوا في عيونهم قاعدين كويس نحموا بلد خلاص انتوا ده جزء فات السعوديه وجزء فات مصر وجزء فات هنا ويضرب هل بيتي سرق ولا ما سرق وانت تدرب بيتك شنو ثاني القصه انت نازل ما يسعى طلعوك من البيت ده تقعد يطلعوك ما قال لك انت رايح اتحدى زول قال له يا اخي انت خلاص اطلع بكره حتيجوا او الاسبوع الجاي حتيجي رايح ما في زول قال له الكلام ده اي زول بيقول له شيل حياتك انت ثاني ما جاي راجع انت ثاني ما جاي راجع شوف نازل كلام واضح جدا انا والله احترمه جدا الناس كلام واضح وما بلف ولا بدوره عادي كده اطلع برا شيل هدومك وشيل حياتك شيل عفنك ده انت تاني ما جاي راجع هنا انت تاني ما جاي راجع فهمت القصص اي عشان ما تغش نفسك انت كان دار يعني نقوم نعمل شنو احنا كمغتربين نحن المغتربين نقوم ناجل لكم مليشيات يعني نجيب لكم تدافع عنكم ترجع لكم بيوتكم ما هو لازم يكون في حل ما هو الوضع ده كده ما حيستمر كثير بس المفروض نعمل شنو يعني نقوم نلم الجونات كلهم نلمهم منكم ونعمل شنو ده والله العظيم احنا محتاجين ذاته عشان نلقى طريقه ذاته ونساعد الناس نساعدهم كيف يعني شنو كويس نوفر لكم قروش الغاهره عشان الكبريهات هناك والكافيهات تمشوا الكبريهات والكافيهات تقعد هناك انت ناس قاعدين في غربه كما عاوزين تروح على روحكم كويس يعني لازم احنا لازم احنا ناس نبقى عندنا احساس شفتها الدكاتره بتاع الدكاتره التجميل في مصر شغالين شغل زي الورد شفتها يا عمل فينا وكمان عنده سبحان الله الانثى السودانيه حواء السودانيه دي عدو البشريه دي اساسا هي ذات عدو البشريه معلش يا اخواننا والله يا اخ ما تزعلوا مني لكن دي الحقيقه حاجة كده غير منتية أساساً ما غير منتية في الحياة ذاتها شفتها قلة دب شفتها وطنقعة في الفارقة ساي كده بس ساي أنا منو أنا وبتاع ودائرة عشان عرشوها عشان عرشوها ذاته أنت ده لك 10 سنة تشتغل عشان تعرس لك واحدة ذاته قلة دب يا أخي أكل الأكل كده نيم ما بتسوي له شفتها يعني زي ما قالوا المرأة السودانية من عمر يوم ده عمر 20 سنة بتكمل قروش أبوها طق كمل قروش أبوها كلها ومن 20 كويس ل 60 بتكمل قروش راجلها
ومن 60 كويس لحد ما ربنا يشيل أماده بتكمل قروش أولادها. دي المرة السودانية دي الحاجة الحاصلة كويس. غير إنتاج قلة هدر زعج شفتها يعني هي ذاتها يعني. وبعدين ذاته الشعب السوداني عنده حاجة يعني واحد عنده بنت في مثلا مغتربة في أوروبا ولا في أمريكا أبوها وأخوانها عايزينها تأكلها تشربهم كويس. وهي متزوجة قاعدة تحت راجل، راجل ده شغال بيأكل فيها هي وبشرب فيها هي، أكل في أولاده بشرب في أولاده، وأكل في أمه وأبوه وهو ذاته وأخواته وأخوانه كويس، وعماته وعماته كويس وخالاته كلهم ده كلهم محتاجين منه. وبغادي دايرين أمها وأبوها وخالاته، وتقف قدامك تقول لك شنو؟ يا خالتي ذاك والله ظروفها صعبة كويس، عمتي ظروفها صعبة عاوزين نرسل لها، وما ترسل لها بتزعل. تزعل عديل تجيب زنبوكة ممكن دموع تبقى ستة ستة شفتها الحمامة. ليه ما تديني؟ ليه ما رسل لخالاتي ورسل معماتي؟ يا أخي انت شغالة شنو؟ انت ذاتك يا شغالة شنو؟ كويس؟ لا أنا ما شغالة كنت رسل لي عماتي ولا خالاتي ولا أمو ولا أبو ولا حبوبتي وجدي وجد جدي شفتها؟ أه يعني ده في زول بتطور. هل في بني آدم ممكن يتطور مع البني آدمين ديل؟ كويس يعني يعني شفنا الناس يعني شوف المصري يصح احنا قاعدين هنا المصري بيسالوا قال بيقول يا اخي احنا بنحول وسالته قلت يا اخي انتوا بتحولوا لاهلكم في الشهر كم عشان نعيش وياكلوا امك وابوك واخوانك؟ قال لي بحسب $300 $300. وبعرف واحد سوداني ثاني بيحول $1,500 واهله شادين له $1,500 واهله شادين له في مصر بيقول لي حتى كفينا ما بتكفينا ما بتكفينا $1,500 وما بتكفيهم. والمصري سيد البلد كويس المواطن بيحول $300 لاهله ولاهله كويس $300 بكفيهم وعايشين منها ملوك ممكن نكون موفرين لهم موفرين منها وذا عشان تعرف فرق السرعات تعرف فرق السرعات كويس. المرأة السودانية ما بتساعدك في الحياة في حاجة ممكن تساعدك في حاجة واحدة انك تخش الجنة دي انا دي اول حاجة بتساعدك فيها. أكذب عليك؟ أنا ما بكذب عليك. مرة سؤال بخش كتب استغفر الله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين لله ما أحضر الله ما أخذ شفته دي بخليك تخش الجنة طوالي. لكن ترى بيساعدك في الحياة في الحياة ما بيساعدك لكن في الجنة هناك بيساعدك عشان كده مفيدة جدا. أنا ما بقول لك أعرف النسوان السودانية دي الجنة ضمان كده تطق طوالي ده الضمان لأنه أنت استغفار وحرق الدم وأنت قال أقول لحالك كله أنت قال إحنا بنموت 50 و60 هذول بتوصل عمر الشعب السوداني 60 سنة دخل ذات زول عمر ما في زول ذات وزول قلبه حار كده بعيش أكثر من 50 سنة 55 سنة زول قلبه لأنه شو حرقة ساي كده وكتمة كتمة كل مرة كتمة 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 50 سنة بيضرب كله وهي عادي بعدين بيتجاوزه عادي شفتها بتعيش 95 100 بتقولش عادي ما هي لسه عندها ناس لسه بعدين دار تقول شون شفتها. فشعب السوداني بس والله العظيم مشكلتكم كبيره مثل مع حواس سودانيه مشكلتكم كبيره وما بتنتهي والله ما بتنتهي والله العظيم شفتها يعني. بس الحمد لله نحمد الله ونقول هنا يعني ايه وانا الكلام ده قلته قبل كده الواحد بيعرس السودانيه بيكون عاوز زول منه زول بيبخ زول يطلع له زول زيه كويس. انت في النهايه مش هطلع زول زيك انت في النهايه تطلع روحك انت قبل ما تعرف ذات الحاصل شنو قبل ما تفهم ذات الحاصل شنو حتطلع روحك انت طلبات 24 ساعه وانت عملت ليش شنو وانت جبت ليش شنو سويت ليش شنو يا اول ادها اول امس انا ما انت عملت ليش شنو انت انت سويت ليش شنو انا رسلت لها يا اخي هذا شنو بالكلام الفارغ ده $500 $700 بتعمل ليش شنو انت انت عملت ليش شو انت دي لا يا الله لا حول ولا قوة الا بالله. الصبر الصبر يا اخوان الصبر الصبر مفتاح الفرج كويس. كيف خلونا من الكلام الفارغ ده ما مواعيده ذاته كويس ده ما مواعيده احنا في مواعيد ناس احنا خلينا مواعيدنا في بلدنا المحتلة دي ومحتاجين دارين احنا جايين كل تخيل الناس القاعد مغتربين بما فيهم العبد لله يعني انا وانت القاعد في السعوديه وانت القاعد في قطر وانت القاعد في مصر وانت القاعد في الولايات عاوز الحرب ده تصحى الصباح شوف احنا شوف امنياتنا كيف ده نصحى الصباح كده نلقى الجنيويت فات
انه الجيش انتصر والجنجويد ده كلنا كلنا واذا بفتح الصباح الصباح بفتح تلفون طوالي دار اشوف شنو انه الجنجويد ده خلاص انتهى الموضوع انتهى خلاص كده بدون ما يعرف ذاته كيف هو داري كيف كيف. والله العظيم انا دار اقول لكم شعب غريب جدا من غير من قد احنا عاوزين قال كلامنا انا قلته سنه 2018 احنا عاوزين اي حاجه جاهزه من غير عمل اي حاجه في حياتنا عاوزين بلدنا جميله وبلدنا متطوره من غير ما نشتغل فيها كويس عاوزين نتعلم نتخرج من الجامعه من غير ما نقرا شيت واحد احنا اي حاجه عاوزينها جاهزه جاهزه عاوزين نمشي اسيد نمشي بلدان الاخرين تلقى الواحد يصور لك شوف عمارات دبي انا في السعوديه يصور لك من غير ما يتعب ذاته النازل يسوي الحياه دي كيف والشعوب دي تعبك كيف امشي اوروبا يا زول انفزل انا في اوروبا يا وين يا عشان زلزيا شوف اول هنا يبدع ومستمتع حياة كده الناس يسووها كيف ما داري اعرف او ما داري يعني الدرب بتاعه ده ما بشوفه بشوفه هي قاعده خلاص هو عبر كده خلاص دي مشكلتنا كبيره كان ما اتكلم فيها لكن اسي احنا حاليا مش احتلال ده اضعف من الاحتلال ده تغيير كامل ما هو الاحتلال ده الانجليز ده قبل كده احتلونا يعني التوالوا العثمانيين دي اللي احتلونا بس ما غيروا فينا ما غيروا زول لكن الجاي احنا سجاع علينا ده تغيير كامل تغيير ليك كامل لثقافتك ليك انت كبن ادم تغيير بن يعني للانسان ذاته كويس هل الناس حتقعد تموت زي اخونا الله رحمه الله عليه رب ان شاء الله ربنا يتقبله عنده مع الشهداء والصديقين كويس هل الناس حترقد واطه ترقد عشان ما تموت وهل كرقد ذاته حيخلون هل في زول في السودان بعيد كويس من الجغن ده في زول بعيد يعني في زول في عبر كده قال خلاص كده انا ما في زول جايني بعيد في زول في مدني بعيد من الجغن ده ولا الناس كلها حتنجغن ما في زول بعيد كويس يا اهل السودان يا ناس ناس خافوا الله في نفسكم خافوا الله في 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 بلدكم دي يا اخي خلوها لكم ابوابكم وجدودكم دي خافوا الله في اعراضكم بناتكم وامهاتكم واخواتكم معاكم دي ها ابقوا رجال وقيفوا شدوا حيلكم شيلوا بلدكم الحرب دي بالصوره دي حطول كويس حطول حتاكل الاخضر واليابس وحتصل اي نقطه في السودان كويس لانه اي نقطه في السودان كويس فيها 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 شنو فيها شرار كويس ابو رجال اقيفوا الان اخوانا اقيفوا الان كويس يا اخي ادي نفسك حق انك تدافع عن نفسك ادي نفسك كده سايل انك تقدر لا يا اخي زي اخونا عمر ده كان عنده كلاش عنده حق انه يدافع كان ما زاد كان ما بيدافع عن نفسه ما ساغل الخروف بيضربوا فيه وبيضربوا لحد ما ضربوه طلقه رموا الوطا كويس ما قدر يعمل اي حاجه وما قدر يقول اي حاجه أدي نفسك الفرصة أدي نفسك الفرصة إنك تدافع عن عرضك أدي نفسك الفرصة إنك تموت واقف على حالك هي دي المشكلة ومنقول وبقول والناس كانوا يقول ما حد ما بيرفعوا عنك ما بيرفعوا ما في زول حيرفع عنك أعرف القصة دي كويس والفراخة شغالة والإمارات دي كل يوم بترسل أسلحة أقل حاجة 6 طيارات كل يوم 6 طيارات بتنزل حق السلاح كويس بتنزل للنازل والفراخة هناك شغالة بتفرخ لكم وجاية شغالة بتفرخ لكم وجاية العمر 13 سنة لبسوا لك وشيلوا سلاح وقفوا لك عديل وجاك عديل بيقلع في حقك عمره شافي عمره 13 سنة وده كله عشان انت نايم ودار ترقد ودار تنبطح وده تقول كلام ما بركب عقلك يا اخي قول عادي الجيش ده كيزان والجيش ده كيزان عادي قول هاي انت اسك الجيش ده في زول قاعد يجيو في زول قاعد يمشي له في زول قاعد يحاربوا اي الناس قاعد يجيك انت بتشيل حقك انت بتقلعك انت بتشيل نسوانك انت يا اخوان احنا عندنا اكثر من 800 بيت مختطفات قاعدات كويس مختطفات قافات غرب السودان 800 بيت من الخرطوم من الخرطوم انتوا كلام ما بيحرقكم في قلبكم يا اخي انت بعد يسوا بس بناتك يا اخي جوا الخرطوم دي في بيوت كاملة مقفلة بيوت كاملة فيها 20 و30 بيت بغيرهم كل شهرين كويس بيختصبون لحد ما يموتن كله جوا الخرطوم دي انت الكلام ده ما قاعد ما قاعد تشوفه قريب لك وقريب لاخواتك وقريب لاخوان ولبناتك كويس يا
يا اخوانا يا اخوانا انتوا دي غيبوبة لا يعني نوم اهل الكهف ما زيكم دي غيبوبة ما في زول ذاته ما في زول شافه يعني دي غيبوبة ممرضة على شعب شعب ينوموه تنويم مغناطيسي كبوا لكم حاجة في النيل ما قادرين تشوفوا الحي الصح من الغلط ما تشوفوا عارفين انكم تاجنكم زي الخرفان لانه قتلوكم ما شاف يا اخي اللي كان يساقوا من انت حتعيش كيف تن حد عاين جساقوا بنتك ولا مرتك انت لا حد غير تعال لا كيف حد عاين لا كيف كويس ما قدرت لا تجيب تدافع عنك لانك شنو الحرب حرب كذا هذا كوتار بالمناسبة كوتار انا بعرف كوتار كذا ما تساي فطيس كتلون فطيس كذا ما تساي وكان بنقول لهم اخواننا ابو جاهزين بقول لك يا اخي دي حرب الكيزان دي حرب الكيزان انت اللي ما تساي ما ولا قدروا ولا قدروا يعملوا حل واحد يا بابا يا بابا يا بابا لا 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 الكو القصه انتهت الموضوع انتهى الموضوع انتهى يا مو ساقوا مرته أقيف أقيف يا فلان يا فلان الحقني يا فلان يا ياري بدينو ادانو فاضية ادانو فاضية يا فلان يا فلان انت وين يا ياري كو كو وده الحالة فون الرجال في واحد قاعد ولبتوا تحت السراير في واحد لبتوا تحت السراير كويس شو تعرف انت 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 عن شكله الشكل ما شكل في النهاية في النهاية الخيار خيار شعب كامل عاوز يبقى عشان يعيش ولا داير ولا داير ولا داير يرقد عشان ما يموت وحيموت حيرقد في حيرقد لحد ما يموت كويس الحرب دي ما شاوروا فيها زول وما في زول لحد زول بين الناس قاعدين يقول في الحرب دي شاوروا فيها زول ما في زول شاوروا فيها ولا الجيش ذاته اقول لا حي ولا الجيش ولا الجيش ذاته كويس ومجبور مجبور عليها الجيز اللي صاح صحبة الصباحية اللي قال دبابات دي قاعدة كويس عبد الرحيم عبد الرحيم ده بيكورك لحد الساعة 3 صباحا بيقول لهم إلا كلبش البرهان وكب كلبش الكباش كويس يجي ناس على الحرية يقول لك التغيير يقول لك يا أخي بداها الحرب دي بعدها الجيش كويس الجيش ناس الاستخبارات بالليسع شافوا كل الوحدات النازلة المتحركة وبيسلحوا وناس الناس الاستخبارات طلعوا ومجموعة بسيطة جدا 3 ولا 4 تاتشرات طلع يشوفوا يفقدوا المعسكرات حقة النازلة يفقدوا اللي البلد كلها جايته بس ياخذ ده بدليل انه يا اخي يا اخي يا اخي البرهان ده يوم نايم في بيته نايم جوا بيته ده زول كان بيجهز انه حارب يا اخي قائد الجيش المفتش العام بتاع الجيش قبضه من سرير ما كان مشوه بلابس اللابس الطاقيه الكبيره الفقرنديكي نايم شخ شخ قبضه من سريره ده الجيش بيخطط لحرب ما كان بخطط الحرب الحرب دي فرضت على الناس الغلط غلط برهان ما في شك غلط غلط البشير غلط برهان لكن ده موقف حساب كويس موقف حساب استعمل هو ذاته انتهي من الموضوع ده وبعدين نشوف عليه عمل الحياة دي كويس ونحاسبه نتحاسب بقانون القوات المسلحة اللي دخل البلد في الحتة الضيقة دي كويس ويستعمل قوات غير عسكرية قوات كويس يستعمل في البلد لحد ما يحاول تحتل البلد كويس ونحاسب على كمية الناس المات دي كلها كده لكن ما وقت واسي نحن الآن في مركب اسم السودان بغرق نسد أنا أول حاجة نقفل الخرم ده حتى ما نشوف حاجة البرهان ده شنو البرهان ده يتحاسب وتحاكم كويس تحاكم على كل حال أخواننا والله يا أخي أنا قلت لكم النصيحة وما يعني زي ما بقولوا ما يرضوا الله كويس أنا والله ما أزول حرب ما 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 يعني ما الناس زول عاوز الدماء ولا دراكولا لكن اتخطينا في الوضع ده اتخطينا في الوضع ده يندافع عن نفسنا ندافع عن أموالنا وعن عرضنا كويس وعن بيوتنا وعن عرباتنا يا في النهاية هنتكتل ساي ساي كده نتكتل الأرض شايفة واقف فوق نادي بتخش تحتها من غير زم من غير زم لأنه في ناس الصحراء ما عجبتها دار تخش البحر بس انت حسيب لي شوف على الحرية التغيير بيقول لك شنو خليك معهم هم فاتوا قعدوا في مصر بس قعدوا في مصر وقالوا لا للحرب بنقول لهم طيب لا للحرب اقترحوا ما بدل بقترح لأنه ما في زوج عنده حاجة لأ. المهم على كل حال اخوانا
انا بدي تكون الحياه الحاصله شنو. وفي النهايه اذا الشعب السوداني ده كل وقف وقفه واحده كويس، ما تشتغل ببرهان اكلمك، ولا تشتغل بجيش. ادي نفسك حق الدفاع عن نفسك، يتكونوا انتوا الحمد لله كمجموعات في مناطق واحده، مجموعات كويس، خليكم مع بعض، تكونوا كمجموعات تقدر تحمل نفسك. والله جنجويد واحد ما يكافئ، والله واحد ما يكافئ عليه، ولا انهم هم اساسا الا يضمن المنطقه ما فيها ناس مسلحين، الا يضمنوا المنطقه ما فيها ناس بتحاربهم. لمجرد ما لقوا الناس بتحاربهم في منطقه، اخي انا قلت لكم بدل العشره دي حي ماسك سلاح، اولاده ماسكين سلاح ما قادرين يخشوه، دخلوا بده كله ما عدا بس العشره دي ال11 ما قدروا يخشوه. ليه؟ لانه اهله واقفين فيها، بس هون بخشوا اي منطقه لحد ما يضمنوا انه مع الناس ما عندها ما مسلحه، ما مزول بحاربون. لكن مجرد ما يعرفوا الناس مسلحين طوالي بخش شو تقول حاجه، ما بخشوا، عرفوك انكم ما مسلحين بخشوكم نص نهار ويقتلوكم ساي. شكرا جزيلا اخواني، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.